أبو عبد الرحمن من السعودية. طلع. مساء الخير يا أبو عبد الرحمن. مساء النور. بالفعل أنا حبيت أأكد أنه التصريح الإيرانيين عندما قالوا أن السعودية لن تصمد أمامهم يومين، الكلام ذا صحيح أبو عبد الرحمن؟ أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟ نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع أن نتحرك، وما زلنا نحل موية البحر، أي لو الإيرانيين قصفوا التحلية متنا عطشا. أي هذه 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 نقطة مؤلمة بالفعل ونقطة ضعف. يعني باعتقادك الإيرانيين إذا أرادوا إيذاء السعودية عندهم بعض الأهداف ربما يبدأوا بقصفها، انتهى الأمر. التحلية والكهرب وانتهى أمرنا، يدعونا 3 أشهر نموت من الظما والعطش. الله أكبر الله أكبر. طيب ما إيران السعودية عاملة فيها أبو علي وولي العهد يعني يقول بأنه إيران ليست ند لنا، ماذا يعني بالضبط؟ ولي العهد من جيل الآيباد هو ربما يعتقد أن تصطنع القنبلة النووية في البحث في جوجل. وأنا أعتذر عن ذلك، ولكن يا أخي ربما عنده قنبلة نووية جاهزة راح يستوردها من أي بلد. من لا يا أخ صالح، نحن سادس بلد في الميزانية العسكرية ولم نقدر على عصابة 50,000، فكيف بيستورد قنبلة نووية؟ طيب قد يقول قائل يا أبو عبد الرحمن، وأنا أشكرك على الحوار هذا، قد يقول قائل لأن السعودية لم تضع كل ثقلها في حرب اليمن، لو أرادت لحسمت الأمر في أيام. هذا الشخص الغير عارف بأمور الحرب. يعني أنت ترى أن السعودية فعلت الأفاعيل ولكنها عجزت؟ لحظة، هناك في فرق بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية. الأمير محمد بن سلمان وضع نفسه هو العسكري والاقتصادي والسياسي. أما الإيرانيين لديهم قيادة عسكرية منفصلة عن قيادتهم السياسية، لديهم مصانع، لديهم صواريخ يصنعونها. أنا لست شيعي، هذا أول شيء، لا يجي متصل يقول لك شيعي، أنا من أسرة وهابية، لكن هذه الحقائق. طيب هذا، لكن أبو عبد الرحمن حتى أختم معك، هذا كلام خطير للغاية، يعني أنه أي حرب تندلع قد نجد إيران مسيطرة على 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 السعودية وربما على المنطقة برمتها، وتصبح لأول مرة في التاريخ يعني الحرمين تحت إدارة إيرانية. فلماذا تتطاولون وعاملين حالة يعني خليكم في حالكم كما يقول ربما البعض؟ بس دعني أوضح نقطة. الإيرانيين لن يأتوا بجيش على البر، سوف يقصفوا التحلية الكهرب ويدعونا في حرب أهلية. لكن عشان أختم معك بجملة أخيرة، النظام السعودي هو أكبر خادم للإيرانيين من غير قصد. أعطيني كيف، فقط بكلمتين. في سوريا والعراق. شكرا لك أبو عبد الرحمن من السعودية.